بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بإذن الله النهاردة المحاضرة السابعة. أنا معاكم دكتور محمد العنيني، للناس اللي لسه أول مرة تسمع الاسم، يعني أنا محمد العنيني. المحاضرة ديت المحاضرة السابعة، وإحنا خلصنا 6 محاضرات. الأجندة بتاعتنا النهاردة إن أنا برحب بحضراتكم إن شاء الله بإذن الله تكون محاضرة مفيدة ليكم وتستفيدوا منها بإذن الله، وبعد كده في الرسالة بتاعت المحاضرة، وبعد كده عندنا ريفيجن على التوبكس بتاعت المحاضرات اللي فاتت، وبعدين هناخد المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. الرسالة بتاعت النهاردة دي رسالة أساسية، وأنا بقولها من أول محاضرة ليا معاكم. التعلم والعمل أونلاين بقى إجباري، ما بقاش اختياري. يعني حضرتك مالكش الحرية دلوقتي إن أنت هتفكر انت تتعلم الشغل اونلاين ولا هتشتغل اونلاين ولا لا، لا خلاص الموضوع بقى اجباري بالنسبه لنا، والعالم كله اصلا وصل لمرحله كبيره جدا في التعلم والعمل اونلاين. يعني خلاص حته ان احنا هنتعامل فيزيكال زي الاول ديت بقت محدوده جدا. طبعا احنا هنا كمصر وشرق اوسط ودول عربيه يمكن متأخرين شوية، بس في ناس عندنا أصلا وصلت لمرحلة متقدمة جدا في التعلم وفي العمل أونلاين هنا عندنا في مصر. شركات كتيرة جدا ابتدت تتجه للاتجاه الأونلاين. عموما آجلا أو عاجلا إحنا يعني إحنا نعتبر تابعين للعالم، فإحنا لازم إن إحنا يعني نخش في المنظومة بتاعة العمل والتعلم أونلاين، فلازم حضراتكم تبدأوا فورا في مشروع التعلم والعمل اونلاين باذن الله. هنبتدي بعد كده نعمل ركاب على المحاضرات اللي فاتت. احنا يا جماعه خدنا 6 محاضرات. المحاضره الاولانيه اتكلمنا فيها على المستقبل بتاع الصيدله، وركزنا فيها على اهميه التصنيع عموما، سواء صيدله او غير صيدله، او كوزموتكس او غير كوزموتكس. هو التصنيع عموما بقى دلوقتي التارجت الاساسي لكل اللي عاوز يشتغل، والخدمات وخدمات التصنيع. برضه اتكلمنا فيها على موضوع الاونلاين. يعمل ميوت بعد اذنكم. طب انا عملت ميوت اول، ولو حد عاوز اي حاجه حضراتكم يرفع الميوت ويتكلم. طيب قلنا المحاضرة الأولانية اتكلمنا فيها على التصنيع، أهمية التصنيع وأهمية العمل أونلاين. قلنا هنا دلوقتي الفيوتشر ولازم نهتم بيه، وممكن حضراتكم يا ريت برضك عشان تبقى حافز بيكم إن أنتوا تراجعوا المحاضرة الأولانية، وأنا بعتها لكم أصلاً في من أول المحاضرات وأنا بعتها لكم. المحاضرة الثانية اتكلمنا فيها عن الكوزموتيك انتروداكشن، واتكلمنا عن كمقدمة للكوزموتكس، واتكلمنا فيها برضك على التولز اللي أنت محتاجها عشان تبدأ شغلك كعملي، سواء هتبدا في صيدليتك او هتعمل معملك الخاص وتبدا تشتغل فيه. اتكلمنا على التولز اللي انت محتاجها. ال4 محاضرات اللي بعد كده اتكلمنا فيها على الفانكشن والانجريدينتس، واتكلمنا فيها على الانجريدينت. احنا قسمنا الفانكشن والانجريدينت، واتكلمنا احنا في بعض ال4 محاضرات دول انت مفروض ان حضرتك اللي حضر معايا السيشنز ديت من اولها يبقى انت كده على الاقل عارف وظيفه على الاقل 200 انجريديانت. يعني 200 انجريديانت انت عارف الوظيفه بتاعتهم ايه وتقدر تستخدمهم في ايه. فده يعني احنا المفروض النهارده باذن الله بعد المحاضره كمان بتاعت النهارده، يعني انت دلوقتي بقى عندك بيز للفانكشن وللانجريديانت، والنهارده باذن الله المحاضره بتاعتنا هنتكلم على الدوزج فورم. المفروض بعد المحاضره بتاعت النهارده تبقى انت جاهز ان انت تبتدي تشتغل فورمولا، تتخيل ان انت هتعمل الفورمولا ازاي وتشوف الحاجه اللي انت مطلوبه فيك. وانا دلوقتي هعمل ريكاب سريع على الانجريدينت اللي احنا خدناها او الفانكشن اللي احنا خدناها في الفتره اللي فاتت. عاوزك من دلوقتي خلاص انت عندك البيز اللي تسمح لك ان انت تبتدي تفكر
كفورميوليتور، وان انت تبتدي هنشتغل ازاي نعمل الفورمولا. احنا قلنا من الاول بدايه الكورس بتاعنا، الكورس دوت مش عشان اطلع لك كومباوندر، انا مش عاوزك كومباوندر اديك التركيبه اقول لك خش اعملها لي، لا انا عاوزك انت بنفسك تالف التركيبه وتعملها. فمن فضلك نحاول نركز من النهارده بعد المحاضره بتاعت النهارده، انت جاهز ان انت تقدر ان انت تبتدي تفكر في الفورمولا بتاعتك، بحيث ان احنا لما نخلص الليفل 1 ونبتدي في الليفل 2. احنا قدامنا في الليفل 1 تقريبا حوالي 3 محاضرات باذن الله، لما نخلصه هنبقى خدنا البيز كامله بتاعه الكوزموتكس او الفورموليشن عموما، البيز كبيز. هنبتدي بقى الجزء التكنيكال من اول ليفل 2، ونبتدي نشتغل فورمولات سواء هناخدها نظري الاول وبعد كده هناخدها عملي. فمفروض حضرتك تبقى جاهز بقى من دلوقتي، من بعد المحاضره بتاعت النهارده تبتدي تشتغل معانا. وباذن الله اللي بردك انا حطيت المحاضرات بردك، اللي عاوز اي محاضره ناقصاه المحاضرات كلها موجوده، بحيث ان انت يعني المفروض الجزء اللي فات ده تلمه كله، بحيث ان احنا ده الاساس اللي احنا هنشتغل عليه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هنبتدي نعمل ريكاب سريع كده للجزء بتاع الانجريدينت والفانكشن بتاعتها، سواء الانجريدينت كانت كوزموتكس او كوزموسيوتيكال. الانجريدينت والفانكشن بتاعتها، نتكلم الاول على الانكتيف انجريدينت اللي هو الكوزموتيك انجريدينت. طبعا مش محتاجين طبعا اقول بقى اكتيف وانكتيف، خلاص انتوا بقيتوا قدام معايا. اتكلمنا في الفانكشن بتاعت الانكتيف انجريدينت او الكوزموتيك انجريدينت، اتكلمنا على 15 فانكشن، و15 فانكشن دول في متقسمين تحتيهم سب جروبس برضك. اتكلمنا مثلا على اول حاجه الابريسيف، وقلنا الابريسيف دوت ممكن يبقى ابريسيف للسكن او ابريسيف للكيس الاسنان. بعد كده اتكلمنا على الانتي اوكسيدنت، وقلت الانتي اوكسيدنت انا ممكن استخدمه عشان احمي بيه الفورمولا بتاعتي، او ان انا استخدمه كانتي اوكسيدنت للسكن نفسه. اتكلمنا بعد كده على الكليتنج ايجنت، وقلنا ان اشهر مثال ليه اللي هو الايديتا. اتكلمنا على الكريتيريا على الكلر، وقسمنا الكلر لداي وبيجمنت وليك. طبعا انا بتكلم بسرعه لان انا بعمل ركاب الحاجات دي، احنا اتكلمنا فيها ساعات طويله يعني وشرحناها ان ديتيلز، واللي في اي واحنا شغالين برضك لو في اي حاجه محتاجه توضيح حضرتك وقفني واسالني فيها. بالنسبه للناس الجداد اللي ما حضروش معانا المحاضرات اللي قبل كده، المحاضرات انا حطيتها على الجروب، اللي عاوز اي محاضره بيبعت لي على الخاص وانا ببعتها له. اتكلمنا بعد الكلر على الفلافرنج ايجنت، وقلنا ان قسمناها لناتشرال وارتفيشال، واتكلمنا على الفريجرانس وبرضك قسمناها الناتشرال والسينثيتك. بعد كده اتكلمنا على الموتشرايزنج ايجنت، وقسمناها لاربع حاجات: هيوماكتانت وايموليانت واوكلوسيف وريجوفينيتورز. وقلنا وظيفه كل واحد ايه، وادينا الاكزامبل بتاعت كل حاجه منهم. بص الاكزامبل قدامكم، الاكزامبل كتيره جدا، احنا واخدين فوق ال 200 اكزامبل لحاجات كتيره. بعد كده اتكلمنا على البي اتش بافر، اللي هو بيظبط درجه الحموضه او درجه القلويه بتاعه الفورمولا بتاعتي، وادينا امثله ايه الحاجات اللي هي هترفع الحموضه وايه الحاجات اللي هي هتزود الالكالينيتي. اتكلمنا على البلاستسايزر اللي هي الملدنات. اتكلمنا على البريزرفتيف، اتكلمنا وقلنا طبعا اهميه البريزرفتيف خصوصا لو كان في الفورمولا بتاعتي اقوس. اتكلمنا على البروبيلانت وهنتكلم عليه تاني برضك النهارده، وقسمنا البروبيلانت لجزئين اللي هو الليكوفايد جاز والكمبريسد جاز. اتكلمنا على السولفنت، وقلنا من اهم الحاجات اللي احنا يعني هنتعامل فيها كفانكشن واللي هتقابلنا كتير جدا. طبعا ال 15 فانكشن اللي احنا هنقولهم في الاكتيف انجريدينت والسته فانكشن اللي احنا سوري ال 15 فانكشن اللي احنا هنقولها في الان اكتيف انجريدينت والسته فانكشن اللي احنا هنقولها في الاكتيف انجريدينت، دي اهم الوظائف اللي احنا هنتعرض لها في الانجريدينت بتاعتنا. فدي طبعا دي لازم تبقى عارفها ولممها تماما، يعني هي دي ال 21 فانكشن اللي احنا هنتكلم عليهم دول بالفانكشن بالسب فانكشن اللي احنا هنقولهم دول اهم الفانكشن اللي احنا اتكلمنا عليهم، فلازم حضرتك تبقى عارفهم وملم بيهم. اتكلمنا وقلنا ان اهم حاجه من اهم الحاجات اللي هتقابلك اللي هي السولفنت والسيرفاكتانت والسيكنر، الحاجات ديت وطبعا بريزرفتيف. طبعا الحاجات ديت هتقابلك كتير جدا في الشغل، فلازم تبقى ملم بيها جامد جدا، وقلناها باستفاضه الحاجات ديت. اتكلمنا قسمنا السولفنت لبولر سولفنت وسيمي بولر سولفنت ونون بولر سولفنت. وبعد كده اتكلمنا على السيرفاكتانت وقسمناه اكوردنج تو للهايدروفيليك او البولر هيد بتاعه السيرفاكتانت، قسمناه لانايونيك وكاتايونيك وانفوتيريك ونون ايونيك سيرفاكتانت، وادينا امثله زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. طبعا امثله كتيره جدا بالنسبه للسيرفاكتانت.
بعد كده اتكلمنا على السويتنرز وقسمناه لنو كالوريز او زيرو كالوريز سويتنر ولو كالوريز سويتنر. بعد كده اتكلمنا على السكنر وقسمناه لووتر بيزد سكنر ونون ووتر بيزد سكنر. وبعد كده اتكلمنا على الاكتيف انجريدينت اللي هي الكوزموسيوتيكال. اتكلمنا في الكوزموسيوتيكال على الانتي اكني انجريدينت. ولما بصوا اول شوفوا الشاشه اتغيرت ازاي اول ما بدانا في الاكتيف انجريدينت، الحاجات كلها بقت بالنسب بتاعتها. كل الحاجات الاكتيف انجريدينت انا حطيت لك فيها المينيمم والماكسيمم، لان هو المينيمم اقل منه مش هيبقى افكتيف، والماكسيمم اقل اكتر منه هيعمل سايد افكت. فاحنا محكومين بالنسب اللي انا حاططها لك. لما بدانا في الاكتيف انجريدينت حطينا نسب لكل حاجه، ما بقاش الموضوع زي لان اكتيف انجريدينت من غير ما حطيت لك فيها رينج تشتغل فيه. حطيت لك نسب لكل حاجه ما عدا الانتي كيريز اللي هي الحاجات بتاعه الاسنان اللي هو بالنسبه للفلورايد، يعني ما حطيتلكش فيه لانها النسب بتختلف على حسب الدوزج فورم بتاعتها. انا هستخدمه ماوس ووش ولا هستخدمه توث بيست ولا هستخدمه توث بيست جيل، على حسب كل حاجه انا هستخدمها فبتفرق النسب بتاعتها. اتكلمنا على الانتي اكني انجريدينت، اتكلمنا على الانتي كيريز انجريدينت، اتكلمنا على الانتي داندرف انجريدينت، واتكلمنا على الانتي بريسبيرنت انجريدينت، واتكلمنا بعد كده على السكين بروتكتنت وقسمناها الاسترينجنت وليب بروتكتنت وسكين بروتكتنت، وبعد كده اتكلمنا على السن سكرين وقسمناها لفيزيكال فلترز وكيميكال فلترز. كده احنا عملنا ريكاب سريع كده بس نفكركم بالحاجات اللي احنا خدناها اكزامبل للفانكشن والانجريدينت اللي احنا خدناها في المحاضرات اللي فاتت. حاجات مهمه جدا يا جماعه، ودي البيز بتاعه الشغل. اي حد هيشتغل كوزموتكس لازم، او حتى لو هيشتغل فارماسيوتيكال، البيز اللي احنا قلناها دي مهمه جدا، لازم تبقى معاكم كلكم وتبقوا فاهمينها. واللي مش فاهم فيها اي حاجه من فضلكم يراجعني عشان نشرحها تاني بطريقه تانيه. فالجزء اللي فات ده مهم جدا، ومع المحاضره بتاعت النهارده يبقى حضرتك معاك بيز قويه ان انت تبتدي تفكر في الفورمولا بتاعتك اللي انت عاوز تعملها. عاوز اراجع معاكم بس كده بسرعه. لو انا هفكر مثلا ان انا عاوز اعمل مثلا كريم، طيب هبص كده للكريم، الكريم انا محتاج اكواس فيز واويل فيز ومحتاج ايمالسيفاير، يبقى هبتدي اخد من الحاجات، ارجع كده للحاجات اللي انا عاوزها، هبتدي اشوف انا هاخد هاخد ايه في الاكواس فيز. لو هو هيبقى ووتر، لو هاخد لو هو انا الاويل بتاعتي لو هي فيجيتابل اويل هاخد مثلا انتي اوكسيدنت زي ما حضرتك شايفين مثلا البي اتش تي او البي اتش اي اخده كانتي اوكسيدنت، يبقى بردك يبقى عاوز كمان، او ممكن طبعا اشتغل بالووتر يبقى عاوز كليتنج ايجنت، ممكن اخد الايديتا بردك احطها معايا. لو عاوز احط مثلا للكريم مثلا سي مثلا عاوز اعمل الكريم بريحه الفراوله، وممكن اعمله لون روز كمان كده زي لون الفراوله، فممكن يبقى احط كلر، ممكن احط فلافرنج ايجنت كريحه، ممكن احط سوري ممكن احط فراجرانس، ممكن احط كلر. طب شوف احنا كده، انا دلوقتي يعني احنا لغايه دلوقتي قلنا هنحط الاكوا سبيس، هنحط الميه، وهنحط ادي واحده، هنحط الكليتنج ايجنت ادي اثنين، وهنحط الانتي اوكسيدنت ثلاثه، هنحط الكالر ادي اربعه، هنحط الفريجرانس طالما في ميه يبقى هنحط كمان بريزرفتيف يبقى ادي سته، ولو هحط طبعا حاجه طبعا هيومكتنت عشان الكريم ما ينشفش يبقى ادي سبعه، لو هحط موتشرايزر مثلا ايموليانت احط عليه زيوت احط ادي كده ثمانيه، لو هظبط البي اتش بتاعته مثلا عند 5.5 او عند البي اتش اللي انا عاوزها يبقى احط عليها كمان بي اتش بافر يبقى ادي كده تسعه. يبقى انا كده اصلا يعني على الاقل من غير بقى ما احط مثلا حاجات ثانيه كمحسنات ثانيه، ان انا احط له مثلا فيتامينز، احط له حاجات ايموليانت ثانيه، يبقى انا على الاقل كده الفورمولا بتاعتي بقى فيها تسعه انجريدينت كده بس كبيز، من غير ما احط فيها ولا اكتيف انجريدينت ولا احط فيها المحسنات زي الفيتامينز او الهيربال اكستراكت او الحاجات ديت، حطينا فيها تسعة. ده كده من الحاجات اللي انت عملتها، ده كده وانت قاعد بتفكر من غير ما عملنا اي حاجه، فانت كده بقى عندك تسعة انجريدينت موجودين في الفورمولا بتاعتك من غير ما تحط عليهم الفارماسيوتيكال اكسيبيانت زي او الفيتامينز او الهيربال اكستراكت. فعايزك تفكر بقى كده، يعني النهارده كمان لما ناخد كمان الدوسج فورم يبقى انت كده معاك يعني صوره يعني تقريبا شبه كامله، تقدر ان انت تفكر في الفورمولات.
نبتدي النهارده باذن الله هنبدا في الدوسج فورم بتاعت دي المحاضره بتاعت النهارده للكوزموتكس والكوزموسيوتيكال برودكت. الكي كونسبت بتاعتها ان زي ما احنا جينا لما جينا نتكلم في الانجريدينت وقلنا ان احنا عندنا الاف من الانجريدينت، عشان مش هقدر طبعا اقول لك الانجريدينت كلها الالاف ديت، بس اللي اقدر نعمله ان احنا نقسمهم لفانكشن، وعلى اساس الفانكشن ديت اديك اكزامبل لكل فانكشن من الفانكشن ديت، وبقى لك كده اديتك تقريبا سامبل ريبريزنتيف لكل الايه الاكتيف انجريدينت ان انت ممكن بعد كده تبني عليها. برضك نفس الحكايه، انا عندي 100، انا هناك كنت بقول 1000 اوف انجريدينت، دلوقتي بقول لك 100 اوف فورميليشن اوف تايب اوف فورميليشنز. فانا برضك نفس القصه هناخد السامبل من الفورميليشن ديت اللي هي بتستخدم في كوزموتكس، وهنبتدي نتكلم عليها وندي اكزامبل ليها ونقول انها ازاي بتتعمل في طرقها البسيطه، وبعد كده لما نخش في ليفل 2 طبعا هنقول ديتيلز اكتر من كده بكتير ان شاء الله. طيب هنقسم الدوزج فورم على حسب الفاينل فيزيكال فورم اللي هو الكاستمر هيمسكه بايديه او هيشتريه او هيستخدمه، تمام؟ فبنقسمه على حسب الفيزيكال فورم. طيب بيزد اون زير فيزيكال فورم هنقسمها لليكويد وسيمي سوليد وسوليد. ده بتكلم بالنسبه للكوزموتكس، هنقسمها لثلاث تقسيمات، الفورمز اللي عندي يا اما هتبقى ليكويدز او سيمي سوليد او سوليد. طيب الليكويد بعد كده هيتقسم لسوليوشن ولوشن وسسبنشن، دول الليكويد دوزج فورم اللي انا بستخدمهم في الكوزموتكس، يا اما سوليوشنز يا اما لوشنز يا اما سسبنشن. السوليد دوزج فورم يا اما هتبقى لوز باودر او بريست باودر او ستيك او كبسول، دول السوليد دوزج فورم. بعد كده السيمي سوليد هيبقى يا اما كريم يا اما اوينتمنتس يا اما بيست او جيل. ده كده وده كده، عملت لكم الدايجرام بتاعتها اللي هو ادي عندي الليكويد بيتقسم لسوليوشن ولوشن وسسبنشن زي ما حضرتك شايفين. السيمي سوليد بيتقسم لاربع حاجات، كريم واوينتمنت وبيست وجيل. السوليد بيتقسم للوز باودر وكمبريست باودر او بريست باودر وكبسول والستيك. طيب نبتدي بقى نقول احنا هنختار الفورمولا بتاعتنا بناء على ايه؟ Selecting the dosage form، هختار الفورمولا بتاعتي ازاي؟ هقول انا عاوز مثلا اعمل حاجه معينه، هختارها بناء على ايه؟ هختارها بيزد على الانجريدينت اللي انا هستخدمها، دي حاجه، وبيزد كمان على السيرفيس اللي انا هستخدمها عليه، وبيزد على الفانكشن اللي انا عاوزها من الفورمولا ديت، انا عاوزها اعمل بيها ايه؟ فبيزد على انجريدينت انا هشوف الانجريدينت بتاعتي هل هي هيدروفيليك ولا هي لايبوفيليك، يعني هي هتدوب في الميه ولا هتدوب في الزيت. فدي اول حاجه بالنسبه للانجريدينت السوربيليتي بتاعتها وبعد كده بيزد على الابلكيشن سيرفيس والابلكيشن بتاعها انا هستخدمها لايه كمان، تمام؟ مثلا لو انا هستخدم الفورمولا بتاعتي مثلا عشان التريتمنت اوف هير، يبقى لما انا هستخدم حاجه للهير يبقى لازم تبقى ما تبقاش جريزي قوي وتبقى واشبل اقدر اغسلها بسهوله، يعني ما ينفعش ان انا استخدم للشعر مثلا اوينتمنت هيبقى طبعا جريزي جدا والوشابيليتي بتاعته هتبقى مش كويسه، فلازم استخدم حاجه وشابل وما تبقاش جريزي قوي. انما لما اجي استخدم حاجه عشان الدايبر راش، طيب ما انا عاوز نسبه الاويل فيها تبقى عاليه عشان يعمل لي بارير قوي عشان يحمي السكن من الووتر، فبالنسبه للدايبر راش يبقى الاوينتمنت مناسب بالنسبه لي، او الفورمولات اللي هي فيها higher amount of oils ديت تبقى مناسبه اكتر بالنسبه لي. فعلى يبقى على اساس يبقى السليبتنج بتاع الدوزج فورم هيتم على اساس الانجريدينت وعلى اساس انا هستخدمها على انهي سيرفيس وهستخدمها لايه. طيب هنيجي بقى نتكلم عليهم، نتكلم بقى على الدوزج فورم. طبعا الاف دي اي احنا السورس اللي احنا بنشتغل منه النهارده طبعا تبع الاف دي اي، فاحنا ال FDA بتقول ان بالنسبه للدوزج فورم احنا ما عندناش فرق ما بين الدوزج فورم، التعريفات بالدوزج فورم بالنسبه ما فيش فرق ما بين الكوزموتكس وبين الدواء، هو نفس التعريفات هي بالنسبه للدواء والكوزموتكس. طيب هنبتدي نتكلم مع اول حاجه عندنا في احنا هنتكلم على حوالي 10 دوزج فورم النهارده. اول حاجه فيهم السوليوشن دوت، ده the simplest type of formulation، اسهل حاجه في الفورموليشن، حاجه بسيطه وسهله
لو هو الحاجات اللي انت بتستخدمها طبعا ووتر سولوبل، فده طبعا بيسهل لك الموضوع. وعشان يبقى سوليوشن يبقى لازم الانجريدينت اللي انت بتستخدمها يا اما ميسبل ويز ووتر او سولوبل ان ووتر. طيب السوليوشن دوت ار ليكويد زي ار بورابل زي فلو اند كونفورم اوف تو زير كونتينر ات روم تمبريتشر. يعني هو بيتصب، وطبعا سوليوشن يعني طبعا كلكم طبعا عارفين، انتوا 5 سنين في كليه الصيدله، فيعني مش محتاجين اقول لكم يعني ايه سوليوشن. نقول بس التعريف بتاع الاف دي اي، السوليوشن دوت كلير هوموجينس ليكويد دوزج فورم ذات كونتينز وان اور مور كيميكال سبستانس ديسولفد ان سولفنت اور ميكشر اوف ماتشوالي ميسابل سولفنت. يعني يا اما عندي اكتر من ingredient، هو اولا هو كلير كلير ليكويد هوموجينس، ممكن يبقى فيه سوليوت او اكتر من سوليوت، ممكن يبقى فيه سولفنت او اكتر من سولفنت، بس لازم يبقوا كله ميسبل مع بعض ويبقى السوليوت كله سولوبل في الميكشر بتاعي. بقسم السوليوشن ل 3 ميجر تايبس، يا اما ووتر بيزد اللي هو الاكوا سوليوشن، وده الاكزامبل بتاعه الحاجات اللي هي زي الاي ميك اب ريموفر او الهاند سوب او الشامبوهات او الشاور جيل، الحاجات اللي هي كلها بتبقى بيزد على الووتر. اكواس يبقى اول حاجه اكواس سوليوشن اللي هو ووتر بيزد، ثاني حاجه هيدروكحوليك سوليوشن اللي هو بيبقى فيه ووتر والكحول مع بعض، وده الاكزامبل بتاعه الهير سبراي والماوس ووش والافتر شيف كولون والفيشيال تونر. ثالث حاجه الانهيدروس سوليوشن، وده بقسمه لحاجتين، يا اما ان هو يبقى اورجانيك سولفنت يا اما ان هو اويلي كومبوننت. اورجانيك سولفنت زي النيل بوليش والنيل بوليش ريموفر، والسولفنت فيه طبعا بيبقى اورجانيك، ممكن يبقى اسيتون، ممكن يبقى ايزوبروبايل الكحول، ممكن يبقى ايثايل اسيتيت على حسب انا الحاجه اللي انا بستخدمها. الثاني اللي هو الاويل كومبوننت اللي هو هيبقى السولفنت فيه غالبا اويل، ده زي الباس اويل او البري واكسنج اويل. بري واكسنج اويل دوت اللي هو الزيوت اللي بنستخدمها قبل الديبليشن، الديبليشن اللي هو الهير ريموفر ريموفال. فلما بستخدم بعمل بري واكسنج اويل بحط طبقه من الاويل قبل الواكسنج، فدوت بيقلل البين سنسيشن وبنفس الوقت بيقلل السكين دامج من الهير ريموفر. طيب بالنسبه للسوليوشن، السوليوشن دوت كونسيدر ثيرموداينامكلي ستيبل دوزج فورم، يعني من الحاجات اللي هي ثابته، يعني انا خلاص مجرد ما السوليوت ده في السولفنت بتاعي مش هيفصل، يعني نادرا يعني لما يحصل فيه تغييرات ان هو هيفصل او حاجات او يحصل له ريكريستاليزيشن، دي حاجات نادره جدا، فهو ثيرموداينامكلي ستيبل، بمعنى ان هو مثلا لو مش هيتاثر بالحراره، مش هيتاثر بالرد، مش هيتاثر بالحاجات ديت، خلاص مش يعني خلاص طالما ديت خلاص ديت. ده في معظم الحالات طبعا، يعني طبعا في حاجات اكسبشن، حاجات تاني بيحصل لها ريكريستاليزيشن او حاجات زي كده، بس دي تبقى حالات نادره مش اللي هو الجنرال، انما هو جنرالي اكتر حاجه ثيرموداينامكلي ستيبل دوزج فورم هو الايه؟ السوليوشن. تمام؟ طيب سوليبل دوزج انجريدينت ار ديزولفد، بنحضره ازاي؟ بنجيب السوليبل سوليد انجريدينت وبدوبها في السولفنت بتاعي. ستارتنج ويز الحاجات اللي هي محتاجه تسخين الاول، اللي هتدوب على السخن الاول، بدوب على السخن وبعد كده الحاجات اللي هي سيرمو لابايل او تاثر بالحراره او اللي هي مش محتاجه تسخين اصلا ببتدي ادوبها بعد كده. طيب الحاجات بقى بحط في الاخر ايه؟ الحاجات اللي هي الاسميلي، لو احط فريجرانس مثلا او بيرفيوم او الحاجات اللي هي سيرمولابايل اللي هي تاثر بالحراره، الحاجات دي كلها بخليها في الاخر، او الكلر انجريدينت، خصوصا الكلر انجريدينت ليه بحطها في الاخر؟ عشان ممكن لما احط الكلر ما اشوفش المحلول كلير، وما اشوف لو في حاجه مش دايبه ما اشوفهاش، فبخلي الكلر ده اخر حاجه، بحيث ان لو في اي حاجه امبيوريتي موجوده في المحلول، او في حاجه مش دايبه، او في حاجه، يبقى المحلول كلير قدامي اشوفه الاول كلير وبعد كده احط الكلر عشان اضمن ان كل حاجه مظبوطه.
طيب معلومه برضك كده بالنسبه للسوليوشن، ان احنا بنعتبر الكلينزنج وايبس ديت دي نوع من انواع السوليوشن، لان انا اصلا كده كده اللي هي النون موفينج كلوزز اللي هي المناديل نفسها، الانسجه بتاعت المناديل ديت انا بجيبها وبعمل لها سوكينج في السوليوشن اللي انا عامله اللي هو الكلينزنج سوليوشن دوت، وبعد كده ببقى باخدها وبستخدمها. فهو المين انجريدينت بتاعي في كل الكلينزنج وايبس مش طبعا مش التيشوز اللي انا بستخدمها، لا طبعا هو السوليوشن اللي انا عامله اللي هو السوكنج سوليوشن او الكلينزنج سوليوشن دوت، فدوت هو. فعشان كده بنعتبر البيبي وايبس او الكلينزنج وايبس ديت من الايه، بعتبرها تحت الكاتيجوريز بتاع السوليوشن. هناخد تاني حاجه النهارده في المحاضره بتاعتنا اللي هو الايمالشن. طيب بص بقى، the majority of the cosmetic raw material are not miscible or just partially mixable with each other. دي نقطة بتقابلنا في معظم الانجريدينت اللي احنا بنستخدمها في الكوزموتكس، ان هي معظمها يا اما بيدوبش يا اما مش ميسابل، مش بيختلط مع بعضه. فدي عشان كده طبعا يبقى انسب دوزج فورم واكتر حاجة احنا بنستخدمها في الكوزموتكس اللي هي ايه؟ الايمالشن. لو تفتكروا لما جينا اتكلمنا في السيرفاكتانت قلت لكم برضك ان اكتر حاجه احنا بنستخدمها في الانجريدينت اللي هي السيرفاكتانت. وليه؟ عشان احنا اكتر حاجه بنستخدمها الايمالشن. فده طبعا ايه؟ فالايمالشن دوت ده لازم طبعا يتفهم ان ديتيلز وتبقوا ملمين بيه كويس، وهو سهل وهنطبقه في حاجات كتيره جدا وهنعمله نظري وعملي، هنعمله كتير يعني ان شاء الله. ده لازم، ده اهم حاجه بالنسبه لكم ان هو الايمالشن تبقوا عارفين تعملوه كويس. طيب التعريف بتاع الاف دي اي للايمالشن، ان ايمالشن كونسيست اوف تو فيز سيستم كومبرايزد اوف ات ليست تو اميسابل ليكويد، تو اميسابل ليكويد اللي هو هيبقى الاكواس فيز والاويل فيز، الاثنين الووتر والاويل طبعا اميسابل مع بعض، وان اوف ويتش is dispersed droplet. يعني مثلا لو قلنا ان الايمالشن بتاعنا دوت اويل ان ووتر، هيبقى الدروبلت ديت اللي هي تبقى ديسبيرسد جوه الكونتينوس فيز او الووتر فيز هتبقى هي الاويل. المفروض الاويل ديت اصلا انا بحط الايمالسفاير اللي هو السيرفاكتنت اللي انا بحطه او الايمالسفاير دوت بيعمل كوت حوالين الدروبلت بتاعه الزيت، فبيزود الميرجنج بتاع الزيت مع الووتر. يبقى احنا عندنا الايمالشن هيتكون من ثلاث حاجات، الاكوس فيز والاويل فيز والايمالسفاير. طيب احنا قلنا كده ان هو هيبقى في الكونتينوس فيز اللي هو دروبلت، والدروبلت ديت اللي هي بتاعت الدروبلت اللي هي بتاعت الاويل مثلا كده، دي بنسميها الانترنال فيز او بنسميها ديسبيرسد فيز. تمام. وذ اذر ليكويد اللي هو بنسميه الاكسترنال فيز، اللي هو مثلا لو احنا قلنا في الاويل الووتر مالشن هيبقى الاكسترنال فيز اللي هو او الكونتينوس فيز اللي هو الايه؟ الووتر. وطبعا لازم نستخدم ايه؟ الماتيفاينج ايجنت. طيب بيزد اون ذيس ديفينيشن ذير ار 3 اسينشال انجريدينت فور ان ايمالشن، نيملي ان اويل فيز، ووتر فيز، والايمالسفاير. يبقى الايمالشن هيتكون من ثلاث حاجات اساسيه، الاكواس فيز والاويل فيز والايمالسفاير. طيب عندنا الايمالشن احنا بنقسمه لتو مين تايبس اللي هو يا اما اويل ان ووتر يا اما ووتر ان اويل. في الاخر هقول لكم على انواع ثانيه من الايمالشن، بس هم دول الاساسيين بالنسبه لنا اللي هي الاويل ان ووتر او الووتر ان اويل. طيب لما نيجي ناخد الاويل ان ووتر ايمالشن، ده هيبقى الاويل ديسبيرسد ان ووتر، يبقى الانترنال فيز هيبقى الاويل والاكسترنال فيز هيبقى الووتر، والاويل هيبقى عباره عن دروبلت محاطه بالسيرفاكتانت، والسيرفاكتانت بيسهل الميرجنج بتاع الاويل دروبلت مع الووتر. تمام. وبيمنع ان الووتر يفصل ويطلع فلوينج على السيرفيس بتاع السوليوشن. طيب وبرضك في
بالنسبه للاويل والووتر ماشن، بالنسبه بقى للسيرفاكتنت نفسه او الماتيفاير اللي انا هستخدمه، هيبقى البولر هيد هتبقى اورينتد للاكواس فيز او اللي هو الكونتينوس فيز او الاكسترنال فيز اللي هو الووتر، وهتبقى الهيدروفوبيك تيل ديت هتبقى اورينتد اتجاه الاويل دروبلتس. تمام. طيب يا جماعه يا ريت لو في اي حاجه مش واضحه، الحاجات دي في حاجات كتيره احنا بنعدها من الانجريدينت، فلو في اي حاجه مش واضحه يا ريت ناكد عليها عشان الحاجات دي مهمه عشان نفنش بيها الجزء اللي فات. طيب زي ما قلنا بردك اهو، الايمالشن ار ذا موست وايد يوزد دوزج فورم ان ذا كوزموتيك اندستري، اكتر حاجه بتستخدم في الكوزموتكس الايمالشن. ليه؟ لان هو ليه يونيك تكتشر وبيبقى ناعم على السكن، وبقدر احط فيه سواء الهيدروفيليك او الهيدروفوبيك انجريدينت، فده عنده ادفانتج مش موجوده عند حد تاني. طيب بالنسبه بقى نرجع تاني برضه نتكلم على الاويل ان ووتر، الاكزامبل بتاعته الاويل ان ووتر ايمالشن، الهير كونديشنر والشيفنج كريم والفيشيال موتشرايزنج كريم. On the other hand بقى لما نيجي نتكلم على الووتر ان اويل ايمالشن، هيبقى الاكسترنال فيز هو الاويل والانترنال فيز هو الووتر. وطبعا هو مش كتير بنعمله اللي هو الووتر ان اويل عشان بيبقى جريزي شويه، فمش بنعمله كتير الا في الحاجات اللي احنا محتاجين حاجه فيها نسبة الاويل كتيرة، او لان هو بيعتبر الاكسترنال فيز اويل، فبحتاجه في الحاجات اللي هي زي الدايبر راش والسان سكرين والبارير كريم اللي هو هيبقى نسبة الاويل عالية فيه، واللي احنا هنعتبره ايه زي بارير او بروتكتنت للسكن في المرحلة دي. احنا قلنا ان احنا قسمنا الايمالشن يا اما ان هو يكون اويل ان ووتر او ووتر ان اويل. في حاجات ثانيه ادفانسد بس مش بتستخدم في كتير في الكوزموتكس، بس برضه كانوا بقولها لكم باب العلم بالشيء عشان لو حد حب يعملها او حد او ارفرنس فرانس ثانيه ولاقاها يبقى فاهم الكلام دوت هو ايه. الحاجه الثانيه ديت احنا قلنا يا اما ووتر ان اويل او اويل ان ووتر، لا احنا كمان عندنا ووتر ان اويل ان ووتر اللي هو بقى ده بقى 3 فيز. يعني احنا الماشن العادي بتاعنا كان عندنا 2 فيز اللي هو اويل فيز واكواس فيز، لا احنا عندنا هنا ووتر ان اويل ان ووتر، يعني ادي 3 فيز، وفي كمان عندي كمان 4 فيز هوريه لكم كمان في الـ، يبقى ده حاجه اديشنال بس مش بتستخدم كتير في الكوزموتكس، بس ممكن عشان لو ديت الهمت اي حد منكم فكره ان هو ممكن يستخدمها. ده بسميه الدبل ايمالشن اللي هو ايمالشن جوه ايمالشن، يعني عملت الاول الايمالشن اللي هو اويل ان ووتر او ووتر ان اويل، وبعد كده حطيته مع فيز ثانيه سواء اويل او ووتر على حسب ما انا هختار، وبعدين حطيت له ماتسفاير ثاني وعملت ايمالشن جوه الايمالشن، بسميه دبل ايمالشن او ايمالشن اوف ايمالشن. اهو الدبل ايمالشن اور ايمالشن اوف ايمالشن از ايمالشن ان ويتش برايمري ايمالشن از فارذر ديسبيرسد ان انذر ليكويد اللي هو الكونتينوس فيز. تمام. وكومنلي يعني بيبقى ووتر ان اويل ان ووتر، يعني الاكسترنال فيز هيبقى ووتر، او قليل اللي هو في بعض الحالات بيبقى اويل ان ووتر ان اويل، يعني الاكسترنال فيز هيبقى اويل. ادي الشكل بتاعه عشان تفهموا، بصوا كده الشكل رقم ايه، هنعتبر ان هو ده تو فيز اهو رقم ايه دوت اللي هو العادي. ادي عندنا لو اعتبرنا الجزء الاحمر اللي هو الكور اللي جوه دوت مثلا ايه الاويل، والابيض دوت الكونتينوس فيز اللي هو الووتر، يبقى دوت كده ده كده اللي هو الايمالشن العادي اللي هو مثلا لو اعتبرنا الاحمر ده اويل يبقى ده اويل ان ووتر ايمالشن. لو خدت انا الجزء دوت اللي هو الاويل ان ووتر ايمالشن ورحت حطه في ايمالشن تاني او هنا بص ادي اهو ادي لو اعتبرنا في بي ادي الكور مثلا لو قلنا ده اويل او قلنا الكور دوت هنعتبره ووتر واللي حواليه الجزء الاصفر دوت هنعتبره اويل. ادي كده ده الماشن الاولاني، وبعد كده حطيته في الفيز الثالث اللي هو الاكسترنال فيز الووتر اللي هو الابيض دوت.
يبقى ده كده ايه؟ ده تريبل ايمالشن. تعالى بقى للي بعده، ده الكوادربل ايمالشن اللي هو الرباعي، اربع فيز. ادي خدت ادي الاحمر ده اعتبرناه الووتر، وبعد كده الاصفر الاويل، ادي الايمالشن الاولاني، وبعد كده حطيته في ووتر تاني، ادي الايمالشن التاني، او سوري في اويل تاني الازرق دوت، يبقى كده ادي ده دبل ايمالشن، وبعد كده حطيته في الابيض، ادي كده كوادربل ايمالشن، كوادربل فيز، يعني اربعه فيز من الايمالشن. ودي شكل هو دايجرام توضيحي، بس دوت احنا بنستخدمه في الدواء اكتر، حتى هو المثال الاسماء اللي مكتوبه قدامكم اسماء ادويه. ادي الايمالشن الاولاني، ادي الاصفر دوت الاويل، وادي الازرق الووتر، فادي حطيت السيرفاكتنت بتاعي، وادي الايمالشن بتاعي بالشكل دوت اللي هو الاصفر في الازرق، ده الايمالشن بتاعي الاولاني. بعد كده حطيت ادي تاني اهو، حطيت ووتر، يبقى كده ده بقى اويل ان ووتر، سوري ووتر ان اويل ان ووتر، تمام. وبقى ادي الكونتينوس فيز اهو اللي هو الازرق اللي بره، وادي الايمالشن بتاعي الاولاني اللي انا عملته دوت اهو، اهو جوه، تمام. يبقى ادي كده ايه، ده تريبل ايمالشن، سوري ده دبل ايمالشن. تعالى بقى على التريبل ايمالشن اهو، ادي خدت اهو الايمالشن اللي انا عملته ده وحطيته تاني في كونتينوس فيز تاني، بقى كده عندي اربعه فيز اللي هو تريبل ايمالشن. نرجع تاني نكمل في الايمالشن. الايمالشن طبعا بيبقى اوبيك، لان هو طبعا عندنا الدروبلت بتاعه الاويل، وبيبقى وايت او كريمي ابييرنس، والشكل ده غالبا بيبقى بيعجب الكاستمر يعني. طيب بالنسبه احنا لما جينا اتكلمنا عن السوليوشن قلنا ان هو سيرموداينامكلي ستيبل، سيرموداينامكلي يعني الحراره والحركه، تمام، بيبقى ستيبل. لما نيجي بقى نتكلم عن الايمالشن، سيرموداينامكلي ان ستيبل، هو مش ستيبل يعني مع الحراره ومع الشيرنج او الرج ممكن يحصل سيبريشن للايه للايمالشن. يبقى سيرموداينامكلي ان ستيبل، which means that they tend to separate over time، يعني ممكن مع الوقت هيفصل الايمالشن لو مش معمول كويس. طيب الايمالشن incorporates طبعا هو ليه بيقول كده، لان هو طبعا ايه كل فيز من الفيزز بتاعه الايمالشن عاوزه توصل للويست انرجي عشان تبقى ستيبل، فعشان كده بيميل للسيبريشن، عشان كده لازم ابقى ظابط حته الايمالسفاير كويس، وهيجي دلوقتي برضك التظبيط بتاع الايمالسفاير. According to stock laws الاستابيليتي بتاعت الايمالشن can be increased by decreasing the droplet size of the internal phase. يبقى بالنسبه للانترنال، يبقى انا بص انا عندي هنا حاجتين هقدر اعمل بيهم استابيلايزيشن